تقريبا عاودوا للخطيطه امي عاودوا من الاول الويده سد على باه سد على باه ياك ولدي نشوش باش نقدر اجي درك زيد على زيد ارجع عمر هز السيروم هز السيروم لا اله الا الله محمد رسول الله مشاهدي مشاهدات قناه عبد الكريم وصلوا معكم قلب العاصمه الاسماعيليه مدينه مكناس من امام مستشفى محمد الخامس ديال السيده اللي تعرضت للضرب وتعرضت للاغتصاب ديالها لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بمدينه مكناس كيف ما كتشوفوا شحال هذه الام هذه اللي كنتعدى عليها ولدها وشدها وربطها وبقى عليها بالعصا في واحد الخلا وبغى يغتصبها وضرب الاب ديالو كنتمنوا من الله في الجهه الموجه يحاولوا حاولت تشد ديك لاري به هذا ولدك داك الجنانه تبقى عليك بالعصا وبغى يغتصبك وبغى يغتصبني حيد لي السروال بلا رحمه بلا شفقه بلا والو صافي خليك خلي داير امك من بعد اليوم شنو كطالبي اليوم كنطالبوا هذا الولد هذا ماشي ولدي وماشي ديالي وانا يا ربي راني طالبت من الله وجلاله الملك شوفوا فيا الوجه انا بغيت المؤبد انا بغيت له المؤبد لا اله انا ما يخرجش هاد السيد ما يخرج مين كنشوفو دابا ضربك وكذا راه المره الجايه يقتلك لا المره الجايه يحل عليا الباب وراجلي معدور واش ضرب الحاجه واش ضرب حتى باه ضرب حتى باه على شنو السبب واش كاين شي نزاعات ما بينك وبين الولد الدار وعطيني فلوسها هادشي كامل نايض على الورد الورد قال لي عطيه لي دابا بغيت الدار كامله لا الدار كامله الا ما عطيتيليش نقتل امك صافي هادشي لا اله الا الله محمد وباه حتى يطملوا على راسك ما مشيتيش عند السلطه ما حاولتيش الناس يفكوا ما يمكنش هنا بلا زر شويه خويا زر خويا زر غير ماشي وجد بجريدات حدا 24 مباشره من العاصمه الاسماعيليه كيف ما شفتوا واحد مسخوط هو اللي ديال الصعصع اللي تعدى على الام ديالو وضربها وقال لها والله حتى نغتصبك هاد الليله وغادي نقردك وغادي ندير لك الميكات اللي كيسمع الصوت يقول لي تم ودارها لي هنا فين دارها لك؟ دارها لي في حجره اها وقال لي ها اللي غادي يغتصب على الشد ديالو يدو يدك وحطها في حجره اه في حجره وقال لي هذا هو اللي غادي يغتصب اها وهذا هو ديال المك اللي غادي يدير وصافي ولا داني وداني بالدق تيقول لي انت حمار ماشي بنادم انت غادا وكتاكلي العصا ديال امك هو واش عنده شي سوابق قضائيه عنده علاش عنده السرقه وعلينا السرقه وعلينا على شي بنات ودابا عليه شرشي مع واحد الراجل عنده الاملاك عنده الفيرما دالو الحواله دالو جميع المسائل ديالو راه مذكراري به انت حاليا على هادشي اللي دار لك حاولتي تقدمي شكايه للسلطه انا ايه قدمتيها غادي قدمتها واش غتقدميها ولا قدمتيها لا مقدمه وراه دخلوا فيها الجدرميه والبوليس هادشي داروا لي التقرير ديالي البلاصه فين وقع المشكل انا نهضر على المسكه البلاصه فين كتسكني البلاصه كنسكن في دخيصه دخيصه اين بلاصه عين صوير عين صوير الحاجه بغيت نسولك هاد ولدك ما مريض ما حمق بعقله خويا اين وين كتدير ما كيستعمل شي دواء ما كيستعمل شي حاجه كيستعمل حتى دواء اه هاد الشيء تيديروا غير القرقوبي كان كيكمل الحشيش ومن بعد الحشيش ولا القرقوبي صافي جات ويانا يعني هي الاولى انا جيت فيها هي الاولى فوقاش وقعت هاد الواقعه هادي شحال الوقت دابا اليوم 3 ايام 3 ايام وانت نعسه في المستشفى محمد الخامس اييه ايام وانا نعسه والاب ديالو حتى هو كان نعس في الطبيب هنا حتى هو نعس في الطبيب حتى هو قال لك انا بغيت يحكموا عليه بالاعدام ما بغيتش هاد الولد نهائيا انا ما عندي صحه وما عندي صحه ليه خوتي بارطاجيو معنا هاد اللايف الله يجازيكم بخير بارطاجيو معنا هاد اللايف هذا باش يوصل الله يرحم الوالدين بارطاجيو معنا هاد اللايف اخر كلمه شنو كطالبي مهمتي باش نهيو البث المباشر كنطلب من هاد السيد راه ماشي ولدي انا مزوقه فيكم جلالة الملك وانا مزوقه فيكم والشرطه يشدوا لي حقي انا بغيت له المؤبد انا بغيت له المؤبد بغيت المؤبد بغيت
مؤبد. لا اله الا الله محمد رسول الله. انا اللي ندير ليكم اجي ولدي راه بغى يضربني. واش انا كنشوف لحمي كيتقرب؟ انا ما نقدش على هذا الشيء. هذا بلاصه فين كاينين باش الناس يعني من دورنا نخاطبوا السلطه؟ هنا بلاصه قلتي في دخيسه. دخيسه كيعمر هذا الولد هذا راه كيعرف كل شيء. هذا الولد عمر. لا قولي لي فين بلاصه وقع هذا الشيء؟ عند الصوير. عند الصوير. عند الصوير اللي دار ليه كاو في الدار ديالي. دخيسه. دخيسه. شكرا. صافي. خوتي حاولوا بارطاجوا معنا هذا اللايف هذا باش نوصلوا لهذا السيد هذا اللي شد الام ديالو بمحاوله ضربها ومحاوله الاغتصاب وزيد وزيد وزيد. قال له والله تنقردك ونديرك في ميك. هذا ما كنسميوش انسان، كنسميوه حنا بالعربيه الصعصع. صعصع ديال الدخيصه. وكنتمناو من عند الله يدخلوا رجال الامن. الحمد لله راه رجال الامن خدامين. وكنتمناو من عند الله رجال السلطه يدخلوا في هذه القضيه هذه. واخر كلمه الواد شنو اقصى عقوبه اللي اللي بغيتي للواد؟ بغيت له الاعدام 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 الاعدام. السلام عليكم متابعين. انتم السيده شوف اسطوره هذا البرج مولاي عمر ردها ولدها اللي بغى يغتصبها الولد ديالها وختطفها بغى يغتصبها وضربها. وشو الحاله ديالها؟ شنو الحاله ديالها كي دايره؟ شوف حنا جينا عند المستشفى وراه عندي فيديو اخر مصورها كامله عريانه كديرة زرقاء. خوتي بارطاجيو معنا اللايف هذا، بارطاجيو معنا هذا اللايف الله يجازيكم بخير. غير وصل سمعوا الام ديالو كتقول كنتمنى له الاعدام. سمعوا انا بغيت له المؤبد ولا الاعدام بجوج الليله غادي يموت فيه ولا يبغي. مين تعطف كامل انت شنو شنو دار هبطت الجنانة. هبطني الجنانات وبغى يغتصبني. راه بقى تيضرب. وبقى كيضربني وبعد زاد تيشد لي حناكي وكيجبدو وكيقول لي انت هي احسن مرا باقا احسن مني. يلا هذا الابن ديالها ومازال غنديرو فيديو للوالد ديالو حتى هو مضروب. شي كلمة ما باش وجهك اخويا في حق هاد السيدة هادي الام هادي. السيدة هادي اخويا حنا كولاد الساكنة ديال هاد السيدة هادي. وهاد السيد هذا تنطالبوا له خصو الاعدام لحقاش هاتي ديجا فايت ضارب امه وفايت عنده صوابق مع البوليس ديما تهديد مره يطلق عليهم بالضرب باش تهز انت الام ديالك وتبغي تخطفها وتبغي تغتصبها وتجبد لها في حناكها وتردها كلها زرقاء. راه تي اخويا راه بزاف راه بيزار. لا رحمه الله شاب. والمشكله بغينا نفهموا واحد الحاجه، مازال ما تقبط هذا المجرم وما عندوش المشكله الثانيه اللي ما عرفها حتى شي واحد. قبطوني غندير الخيمه. غندير الخيمه. وكاينه حاجه اخرى ما عرفهاش ما عارفينهاش المشاهدين اللي هي ما عندوش غير صوابق حاليه. ضرب واحد السيد عنده فيرمات في قطر ضربوه وداله رزقه بشفرو هرش شي طوموبيلات عليه بزاف ديال لي بلان. ولكن هذا السيد من جا كمل بمو بغى يقتلها قال لها ما نتشد حتى نقتلك انت ولا نقتل با. شنو كتسنى الدوله؟ شنو كتسناو من هذا المجرم يبقى غير جالس؟ ما لحد الان لحد الان قال لك كيمشي للغيران تيبات في شي قناه على ما تيقولوا الناس كيبات فوق المارشي ديال برج مولاي عمر باش هو يجي ويدير بمو هكا والسيد يبقى هكا. راه لا اله الا الله. قال لك هذا قال لك كيقولوا لنا المشاهدين قال لك هذا انسان ما عندوش العقل. هذا انسان تياكل القرقوبي تياكل الدواء. الام ديالو معانيه معاه، الاب ديالو معانيه معاه. خصو الاعدام باش يضطر يختطفها ويبغي يغتصبها ويعريها ومضروبه في جهه الفراش ديالها. راه كاين في الفيديو شتي كل شيء وجهه اللور ديالها كلها زرقاء. ومازال ما تقبط هذا المجرم راه بزاف راه بزاف راه بزاف راه بزاف. كيطالبوا كل شيء خاصو الاعدام كل شيء خاصو الاعدام. هذا السيد هذا السيد هذا دابا مع الناس ديال الدخيسه جاو غير الجندارم الجندارم مشاو لونصاوا البوليس ديال الويسلان ما داروا والو. غنقولك اللي كاين هذا السيد خصو لابي جي ديال مكناس. أنا حنا عارفين السلطة ديال مكناس باركل عليهم رجال يقبطوه. حنا كنتمناو من لابي جي ديال مكناس تدخل والسي الحموش يشوف هذا الفيديو هذا لحقاش هذا الشيء راه بزاف. هاد الأم اللي عندها 62 سنة ولا 61 سنة ويضطر ولدها من لحمها وكرشها يدير بها هذا الشيء. حنا تنطالبوا من السي الحموشي ومن السلطة وعاش الملك هاد المجرم يتقبط في أقرب وقت ماشي تيدير شي جريمة كبيرة عاد يتقبط. قال لي غادي نحرقها. عائشة بتهديد اصاحبي لما كنتو ما نعسوش مع الناس في الطبيب هنا راه والو. اختو غادي يحرقها. يلاه سمع قال لك تيهدد الاخت ديالو تيهدد كل شيء. شنو تتسنى انت من هذا المجرم هذا؟ شكرا لك. انا راه كنعريك. وشكرا للمتتبعين جريدة الحدث المهاجرين ومباشرة من العاصمة الإسماعيلية. السيدة هذه اللي تعدى عليها ولدها وضربها ودقدقها وبغى يغتصبها وقال لها اقسم بالله حتى نقتلك. كنطالبوا من عند رجال الامن يتدخلوا في هذا الشيء هذا. وشكرا لكم المتتبعين جريده الحادث 24. بارطاجوا معنا هذا اللايف هذا بارطاجوا معنا هذا اللايف الله يجزيكم بخير.
بارطاجيو معنا هذا اللايف، وشكرا لكم كاع المتتبعين جريدة الحدث 24. راه الرضا من الوالدين والسخط من الوالدين، واللي بغى يربح خصو يتهلا في الام ديالو والاب ديالو. الا ما تهلاتيش في الام ديالك اسرع عرض راسك لشي تران ولا شي حاجه. وكنشكركم كاع حتى تبوا ليكم، وغادي نخلي لكم رقم الهاتف ديالها، غادي نخلي لكم رقم الهاتف، واللي بغى يتواصل معاها واللي بغى يساعدها حسبوها بحال الام ديالكم، حسبوها بحال الام ديالكم. اسمع كيما كتسمعوا راه السيده ما فحال حتى وما عندهاش، راه لا اله الا محمد رسول الله. كيف ما سمعتي شنو قالت لك السيده؟ كتبيع غير الشرا وطبالين. والى هنا ينتهي هذا البث المباشر من العاصمه الاسماعيليه امام مستشفى محمد الخامس. كيف ما شدها هذا الولد هذا اللي دقدقه عصا وبغى يغتصبها وحيد لها السروال، كيف ما كتقول على اللسان ديالها كتقول لك حيد لي انا السروال وبغى يغتصبني. حشومه هذا الشيء، عيب عيب باش يكون الولد ويدير الام ديالو بحال هكا. داك راه ما نسميهش راجل هذاك. والى هنا ينتهي هذا البث المباشر والى اللقاء.